طلابنا الأعزاء في كل مكان، أسأل الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم على قناتكم درس خصوصي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الدرس الثاني اللي هو المركبات الكيميائية. المركبات الكيميائية، سبق في الترم الأول يا سنة أولى عرفنا يعني إيه مركب، وقلنا إن المركب هو ناتج اتحاد ذرات لعناصر مختلفة بنسب وزنية ثابتة. يبقى المركب هي مادة تنتج من الاتحاد الكيميائي لذرات عناصر مختلفة بنسب وزنية ثابتة، يعني المركب فيه أكتر من ذرة لعناصر مختلفة. المركب ده يا مستر له صيغتين، في صيغة لفظية وصيغة رمزية. اللفظية اللي أنا بنطقها يا ولاد، يعني مثلا أقول كلوريد الصوديوم، ملح الطعام، ده الصيغة اللفظية. طيب الصيغة الرمزية رمزه إيه بقى؟ ان ايه سي ال، ان ايه ايه سي ال. على فكره الصيغه دي مهمه جدا، وشرط بالذات في العلوم او في الكيمياء لازم اكتبها صحيحه، يعني مش بتتكتب كده وخلاص، وزي ما نعرف كمان شويه هي بتتكتب ازاي. يبقى السؤال المطلوب معرفته لكتابه الصيغه الكيميائيه بصوره صحيحه، لازم اعرف حاجتين، اعرف التكافؤ واعرف المجموعه الذريه. يبقى عشان اكتب اي مركب يا مستر صحيح، اي مركب كيميائي يخطر على بالي، لازم اعرف التكافؤ بتاع العناصر، كل عنصر. رقم 2، اعرف المجموعه الذريه اللي هترتبط بالعنصر ده. يبقى اول حاجه نعرف التكافؤ. يعني ايه تكافؤ؟ بصوا يا اولاد، الذره ان كانت فلز او لا فلز، دي بتفقد ودي بتكتسب. الفقد او الاكتساب للالكترونات اسمه تكافؤ. اسمه ايه بقى؟ تكافؤ. يبقى التكافؤ هو عدد الالكترونات المفقوده او المكتسبه او التي تشارك بها ذره العنصر اثناء التفاعل الكيميائي. يبقى اذا الالكترونات المفقوده او المكتسبه او اللي بتشارك في التفاعل الكيميائي اسمها التكافؤ. اسمها ايه؟ التكافؤ. عشان اعرف التكافؤ يا مستر اعمل ايه؟ ها قلنا زي ما قلنا الترم اللي فات، اوزع، مش هخسر حاجة. أنا عندي عنصر له عدد ذري، أوزعه يا ولاد. من خلال التوزيع أعرف إيه؟ هعرف التكافؤ بتاعه. طيب مين بقى شاطر يقول لي؟ طب أنا مسكت عنصر وليكن زي الصوديوم N11، وزع كده 2 8 1، عنده في المستوى الأخير إيه؟ إلكترون. يبقى ده فلز ولا لا فلز؟ فلز، برافو. طب ده يفقد ولا يكتسب؟ هيفقد، شطار. يبقى ده تكافؤ إيه؟ تكافؤ وحيد. طيب الالومنيوم 13 2 8 3 فلز ولا لا فلز؟ ها عنده 3 فلز، هيفقد ولا يكتسب؟ هيفقد. يبقى يدينا ايون موجب ثلاثي. طب ادخل عندك على الكلور سي ال 17 2 8 7 ها هيكتسب كام الكترون؟ 1. هو فلز ولا لا فلز؟ لا فلز، هيكتسب. يبقى يتحول لايون سالب وحادي. طب الاكسجين 2 6 فلز ولا لا فلز؟ لا فلز، هيكتسب ولا يفقد؟ هيكتسب. محتاج كام الكترون؟ 2. يبقى ايون سالب ثنائي. طيب عندك النيتروجين 2 5 فلز ولا لا فلز؟ لا فلز، هيفقد ولا يكتسب؟ هيكتسب. محتاج كام الكترون؟ 3. يبقى ايون سالب ثلاثي، شطار. على فكره توزيع الالكترونات حل لجميع المشكلات. ليه بقى؟ لان لما انا بوزع بعرف نوع العنصر وبعرف هو ايون ايه ونوع ايه ونوعه ايه كمان، واعرف تكافؤ ايه، وده بيريحني كتير في كتابه العناصر. وزي ما هيظهر قدامكم جدول على الشاشه كده، في كتير من العناصر الفلزات واللا فلزات، وكمان عندي الغازات الخامله في توزيعها تكافؤها صفر. الغاز الخامل تكافؤه صفر. يبقى الفلز تكافؤه موجب 1 او موجب 2 او موجب 3، اللا فلز تكافؤه سالب 1 او سالب 2 او سالب 3، الغاز الخامل تكافؤه ايه؟ تكافؤه صفر، عشان ده لا بيفقد ولا بيكتسب ولا بيشارك في التفاعل الكيميائي، شطار. طيب دي بعض العناصر اللي قدامكم، تمام؟ الصوديوم والبوتاسيوم والهيدروجين والكلور والمغنيسيوم والكالسيوم والاكسجين والالومنيوم والنيتروجين. عناصر احاديه التكافؤ صوديوم بوتاسيوم هيدروجين كلور، عندها في المستوى الاخير واحد بس. طيب عناصر ثنائيه التكافؤ المغنيسيوم الكالسيوم والاكسجين. طيب عناصر ثلاثيه التكافؤ الالومنيوم والنيتروجين. على فكره في عناصر فيها تكافؤ اكتر من كده، في عناصر رباعيه التكافؤ زي اشباه الفلزات،
وفيها عناصر تكافؤها خماسي، تمام، وعناصر كتير يكون لها اكتر من تكافؤ، زي مين كده مثلا؟ حديدوز ثنائي او حديديك اللي هو الثلاثي مثلا. عندنا النحاس، في نحاس احادي تكافؤ ونحاس ثنائي التكافؤ. عندنا النيتروجين ممكن يكون ثلاثي تكافؤ او خماسي. عندنا الفوسفور ممكن يكون ثلاثي او خماسي تكافؤ. عندنا الكبريت ممكن يكون ثنائي او رباعي او ثلاثي التكافؤ. فالتكافؤات مختلفة وكتير جدا. يبقى كده خلصت التكافؤ، هدخل على حاجة تانية عندنا مهمة جدا، حاجة اسمها المجموعة الذرية. مجموعة الذرية شوية عناصر مختلفة، ذرات لعناصر مختلفة ارتبطوا مع بعضهم كونوا حاجة اسمها المجموعة الذرية. يبقى المجموعة الذرية هي مجموعة من ذرات عناصر مختلفة، عنصر وعنصر تاني وعنصر تالت وعنصر رابع مختلفين ارتبطوا مع بعض. المجموعة الذرية دي زيها زي الذرة، بتسلك سلوك الذرة الواحدة في التفاعل الكيميائي ولها تكافؤ خاص بها ولا توجد منفردة. طيب يا مستر اديني مثال بقى للمجموعات الذرية اللي عندي للحمص. عندي مجموعات ذرية أحادية التكافؤ، مجموعات ذرية ثنائية التكافؤ، مجموعات ذرية ثلاثية التكافؤ. على فكرة الحاجات دي مهمة جدا وهتحتاجها في الثانوية العامة كتير، فخلي بالك منها أوي. مجموعات أحادية التكافؤ: هيدروكسيد OH، نترات NO3، بيكربونات HCO3، أمونيوم NH4، النيتريت NO2. دي مجموعات أحادية التكافؤ. طب المجموعات ثنائية التكافؤ مجموعتين بس عندنا، اللي هي الكبريتات SO4 والكربونات CO3. طيب مجموعة ثلاثية التكافؤ عندنا الفوسفات BO4. مجموعة الفوسفات دي مجموعة ثلاثية التكافؤ. السؤال بقى هنا يا مستر، انا عرفت التكافؤ وعرفت المجموعة الذرية، هل بقى ده هيساعدني في ازاي اكتب المركب الكيميائي؟ الصيغة الكيميائية او ايه؟ او الجزيئية. ايه بقى الصيغة الكيميائية او الصيغة الجزيئية؟ هي صيغة تعبر عن نوع وعدد الذرات في الجزيء. انا عندي مركب له صيغة، لو بصيغة جزيئية أو اسمها الصيغة الكيميائية، هي صيغة بتعبرني عن عدد ونوع الذرات الموجودة في الجزيء. طب أكتبه إزاي يا مستر؟ بالخطوات اللي هتظهر قدامك على الشاشة. نكتب اسم المركب باللغة العربية، نكتب الرموز أو الصيغة الكيميائية أسفل الاسم، نكتب كل عنصر، نكتب التكافؤ بتاعه تحتيه، بنختصر الأرقام المكتوبة لأبسط صورة، ناخد شرطة كسر ونكتب الرموز او الصيغه الكيميائيه مره اخرى، نبدل ارقام التكافؤ. طيب ناخد مثال زي ما ظهر قدامنا كده عشان يبقى اكتر وضوحا يا مستر ونفهم اكتر. عندك هيدروكسيد الالومنيوم، الالومنيوم شمال والهيدروكسيد او اتش. الالومنيوم تكافؤ ايه؟ ثلاثي، بكتب التكافؤ بتاعه تحتيه. طب الاو اتش المجموعه الذريه احاديه التكافؤ، بكتب التكافؤ بتاعها تحتيها. وام الالومنيوم يمشي يروح للاو اتش للهيدروكسيد، يقول له بعد اذنك ممكن تديني التكافؤ بتاعك؟ يقول له من عيني بس هبدل معاك. يقوم الاي ال تاخد الواحد والاو اتش تاخد الثلاثه، يبقى المركب بتاعي اي ال 1 او اتش باي 3. اي ال 1 بس الواحد مش بيتكتب، او اتش باي 3. طب ناخد مثال تاني كده، كبريتات الصوديوم. الصوديوم على الشمال اهو ان اي، والكبريتات على اليمين SO4 تحتها. طيب الصوديوم تكافؤ احادي، اتفقنا نجيب التكافؤ منين؟ من التوزيع الالكتروني. طب مجموعه الكبريتات لسه واخدها في الجدول مجموعه ذريه ثنائيه التكافؤ، هيبدله الصوديوم يروح للكبريتات ياخد الاثنين، والاس او 4 تروح للصوديوم تاخد الواحد بتاعها، يبقى ان اي 2 اس او 4. برافو. طيب مثال ثالث، اكسيد الحديد، الحديد رمزه اف اي والاكسجين او، تكافؤ الاحاديد ثنائي وتكافؤ الاكسجين ثنائي. الحديد هيروح للاكسجين يقول له اديني الاثنين، والاكسجين هيروح للحديد ياخد الاثنين، الاثنين هتروح مع الاثنين عشان شبه بعض، يبقى المركب بتاعي اف اي او. اف اي او ده بالنسبه لطريقه كتابه او صيغ المركبات الكيميائيه. هدخل بقى على جزئيه مهمه يا سنه اولى، وهي انواع المركبات الكيميائيه. هي عندي اربع انواع من المركبات الكيميائيه، عندي الاحماض وعندي القلويات وعندي الاكاسيد وعندي الاملاح.
باختصار شديد عشان تفهمنا، في البيض الليمونه او البرتقال دي مواد حامضيه، طعمها ايه بقى؟ لاذع. عشان نعرف نفرق على السريع كده، نمسك اول حاجه الاحماض. الاحماض دي زي ايه في البيض؟ قلنا زي الليمون والبرتقال. الليمونه تلاقي طعمها لاذع كده، اول ما تحطها على بقك تحس بردة فعل عنيفه شويه. اول حاجه طعمها لاذع. رقم 2 تحمر ورقه عباد الشمس اللي هي لونها ازرق ولونها بنفسجي. اي ورقه عباد الشمس ورقه لونها بنفسجي ولونها لونها ازرق حطها في الاحماض تحول لونها للون الاحمر على طول. طب ليه؟ لوجود ايونات الهيدروجين الموجبه. لو جالك السؤال علل، اقول له بسبب وجود ايونات الهيدروجين الموجبه. طيب بتنتج منين؟ تنتج من اتحاد الهيدروجين اللي هو اللافلز مع مجموعه ذريه سالبه ما عدا مجموعه الهيدروكسيد او الهيدروكسيد او اتش. طب ناخد امثله كده قبل ما ادخل على الحاجه الثانيه. امثله الاحماض عندنا حمض الكبريتيك، حمض النيتريك، حمض الفوسفوريك، معايا كده حمض الهيدروكلوريك، دي كلها احماض. عندنا ثانيا تاني حاجه القلويات اللي بنصنع بيها بقى المنظفات. تعالى كده في البيت حط حطه كلور او ماء الكلوركس او الاريال او المنظفات او الصابون، حطها كده على لسانك هتلاقي لسانك بينقبض. ليه بقى؟ طعمها قابض. طعمها ايه؟ قابض. رقم 2 ان هي بتزرق ورقه عباد الشمس، تزرق ورقه عباد الشمس، تزرق ورقه عباد الشمس الحمراء او البنفسجيه. طب ليه؟ بسبب ايونات الهيدروكسيد السالبه. طب ليه بقى يا مستر؟ لان هي مواد تتفكك في الماء وتعطي ايونات الهيدروكسيد السالبه. تاني كده، يبقى القلويات مواد تتفكك في الماء وتعطي ايونات الهيدروكسيد السالبه. خواصها يا مستر، قلنا طعمها قابض. رقم 2 تزرق ورقه عباد الشمس الحمراء او البنفسجيه. السبب علل، بسبب وجود ايونات الهيدروكسيد السالبه. الله، بتنتج من اتحاد مين؟ اتحاد فلز او مجموعه ذريه موجبه مع مجموعه الهيدروكسيد. مجموعه الهيدروكسيد يا اما تتحد مع فلز يا اما تتحد مع مجموعه ذريه موجبه عشان تديني في الاخر مين؟ القلوي اللي هو بيتفكك في الميه. اول ما احطه في الميه يدينا ايونات الهيدروكسيد السالبه. يعني يا مستر اول ما احط البرسيل او الاريال او الصابون في الميه بيتفكك ويدينا ايونات الهيدروكسيد السالبه. اه والله، عشان كده انت لو في ايدك شويه برسيل وحطيت نقطه ميه عليهم تحس بالحراره. ليه؟ لان بتديك ايونات الهيدروكسيد السالبه. ناخد امثله كمان بقى على الاثنين، الاحماض والقلويات مع بعض. عندنا الاحماض امثله عليها حمض الهيدروكلوريك شكل بصيغته HCl، حمض الكبريتيك H2SO4، حمض النيتريك صيغته HNO3. الله، طب القلويات عندنا هيدروكسيد الصوديوم، الصودا الكاويه اللي بنصنع منها الصابون او هي الصابون اصلا. طيب NaOH. طيب عندنا هيدروكسيد البوتاسيوم رمزه KOH او اسمه البوتاس. طيب عندنا كمان القلويات اللي هو هيدروكسيد الكالسيوم اللي هو ماء الجير الرائق اللي هو CaOH/2. ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للأحماض والقلويات. ندخل بقى على تالت حاجة عندنا وهي الأكاسيد. من اسمها أكاسيد يعني فيها أكسجين. الأكسجين ده عامل زي اللزقة، يا إما يتحد مع عنصر فلز يا إما يتحد مع لافلز. يبقى الأكاسيد هي مركبات تنتج من اتحاد الأكسجين مع العناصر، مع العناصر الفلزية واللافلزية. والله لو اتحد مع العناصر الفلزية يديني اكاسيد اسمها اكاسيد قاعديه. طب لو اتحد مع مع اللافلزات يديني حاجه اسمها اكاسيد حامضيه. طب ناخد امثله عليها يا مستر، امثله او اكسيد الصوديوم، اكسجين مع الصوديوم لافلز اهو، يبقى يديني اكسيد قاعدي. طيب اكسيد الالومنيوم اكسيد قاعدي، اكسيد الصوديوم رمزه Na2O، طب اكسيد الالومنيوم رمزه Al2O3. طيب ثاني اكسيد الكربون، الكربون والاكسجين، الاكسجين مع الكربون اللي هو لافلز يديني اكسيد حامضي اللي هو ثاني اكسيد الكربون. طيب ثالث اكسيد الكبريت SO3 اللي هو الاكسجين مع الكبريت، لافلز مع الاكسجين يديني اكسيد حامضي. طب حضرتك قلت لي يا مستر ليه اكسيد قاعدي وليه اكسيد حامضي؟ لان الاكسيد القاعدي اللي انا قلت لك عليه الاكسجين مع الفلز يديني اي حاجه فيها هيدروكسيد، اي حاجه قلوي يعني. طيب الاكسجين مع اللافلز يديني اي حاجه فيها حمض،
يعني ثاني اكسيد الكربون يدين مركب مين؟ حمض ايه؟ حمض الكربونيك، احسنته. طيب ثالث اكسيد الكبريت يدين حمض الكبريتيك. طب اكسيد الصوديوم يدين هيدروكسيد الصوديوم. طب اكسيد الالومنيوم يدين هيدروكسيد الالومنيوم. يدين بيديني قلوي وده بيديني حامض، عشان كده سميت ده اكسيد قاعدي وده اكسيد حامض. رابع حاجه عندنا الاملاح. من اين تنتج الاملاح؟ بتنتج الاملاح من اتحاد ايون فلز موجب او مجموعه ذريه موجبه. ايون فلز موجب او مجموعه ذريه موجبه، واحد منهم يا اما يتحد مع ايون فلز سالب او مجموعه ذريه سالبه. يبقى ايون فلز موجب او مجموعه ذريه موجبه مع مجموعه ذريه سالبه او ايون لا فلز سالب، ما عدا مين بقى؟ ايوه ما عدا الاكسجين. ليه بقى؟ ليه الاكسجين؟ انا لسه قايل لو الاكسجين هيديني اكاسيد. انا بتكلم عن الاملاح، يبقى ابعد عن الاكسجين خالص. على فكره الاملاح توجد في القشره الارضيه ذائبه، يعني ممكن توجد صلبه في صوره صلبه وممكن توجد في صوره ذائبه، وهي طبعا بتختلف عن بعضها في اللون والطعم والرائحه ودرجه الذوبان. في عندنا اماكن كتيره في الكره الارضيه يبقى فيها جبال من الملح، ده صلب، وفي البحار اللي هي الميه المالحه عباره عن ملح دايب في الميه زي البحر الميت والبحر الاحمر والبحر المتوسط والبحار الكبيره. طيب امثله بقى على الاملاح يا سنه اولى. الاملاح دي شائعه وبنستخدمها على فكره كتير في حياتنا اليوميه. طب بص كده، عندنا الاسم الكيميائي للملح، عندنا مثلا نترات البوتاسيوم اللي هو البارود شيرلي. نترات البوتاسيوم اللي احنا بنستخدمها في بقى في المفرقعات والالعاب الناريه اللي هو البارود، اسمه بارود شيرلي اللي هو نترات بوتاسيوم. طيب عندنا كبريتات النحاس المائيه، ده الاسم الكيميائي. طب الاسم الشائع حاجه اسمها التوتيا الزرقاء. التوتيا مين؟ الزرقاء. طيب عندنا كلوريد الصوديوم، الله ده عارفين يا مستر، ده حاجه بالنسبه لنا كل يوم بنستخدمها اللي هو ملح الطعام اللي بنحطه على الاكل اللي بناكله. انا عندي في املاح بتدوب في الميه يا سنه اولى واملاح مش بتدوب في الميه. الاملاح اللي بتدوب في الميه زي كلوريد الصوديوم NaCl، كبريتيد الصوديوم Na2S، كبريتات البوتاسيوم K2SO4، كربونات المغنيسيوم MgCO3، نترات الكالسيوم Ca(NO3)2. دي كلها الاملاح زي ما ظهر قدامك على الشاشه بتدوب في الميه. في ملح يا مستر ما بيدوبش في الميه؟ اه والله عنيد جدا ومش بيدوب في الميه خالص. طيب هي املاح لا تذوب في الماء زي مين؟ زي بروميد الفضه AgBr، ده بروميد الفضه لا يذوب في الماء. عندنا يوديد الرصاص BbI2 ده لا يذوب في الماء. عندنا كبريتات الرصاص BbSO4 لا تذوب في الماء. بكده نكون خلصنا يا سنه اولى الدرس الثاني، وهو اللي كان بيتكلم عن المركبات الكيميائيه. الناس تذاكر كويس، تحل كتير عشان تثبت المعلومه عندها، وتتابعنا باستمرار لو في اي سؤال هنجاوب عليكم باذن الله. الناس تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه، ما ننساش نتابع القناه بتاعتنا على موقعنا الجديد www.darsakhsoosi.com. اراكم على خير، دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.